تعاملكم مع صحافتنا؟ حدث واحد اللي هو حدث العراق والتجمهر على الحدود، مو العراق، حدث واحد اللي هو حدث اجتماع النواب وذهاب النواب إلى سمو الأمير والحديث مع سمو الأمير، وبعد ذلك خرجت صحيفتين بمانشيتين مختلفين. شوفوهم. الأمير، هذا الرأي، تقول الأمير يقول المجلس مستمر 4 سنوات ونواب نقلوا عن سموه إشادته بالبرلمان الحالي داعياً للابتعاد عن الاحتقان السياسي الذي يعطل التنمية. هذا بالنسبة للرأي. شوفوا جريدة الجريدة. الأمير: لست مسروراً بأداء المجلس وأتمنى أن يكمل مدته. بالمناسبة هذا باسم يوسف راح يكتب عندهم، يعني هذا باص لجريدة الجريدة، باسم يوسف راح يكتب كل ثلاثاء في جريدة الجريدة، في نفس الجريدة اللي أكتب فيها. أهلا بك يا باسم يا يوسف. إذن هذه جريدتين مطبوعتين ومعروفتين على حدث واحد تناولته بهذه الطريقة، كل واحد يرجح عنوان من العناوين. منا كقراء، أنا والله أميل يعني لجريدة الجريدة لسبب أو لأسباب. أولا أنا أكتب فيها، ثانيا أن جريدة الرأي ما عاد يعني أشعر بأنها أكثر حرصاً على كقراءة لها وكتحليل لكتاباتها، أشعر بأنها حريصة على بقاء المجلس الحالي، لذلك تكتب مثل هذه المانشيتات. بعد الفاصل سأتحدث مع أسامة ناور، ابقوا معنا.